سريعا عشان سابر الكابتن رضا عبد العال. يمكن عادة لما بننشر أخبار سواء أو بنقول أخبار سواء هنا في الجورنال أو سواء هنا في البرنامج أو في الجورنال في مصر اليوم، بنراعي الدقة تماما يعني في تناول الأخبار. يمكن محمود وحيد لاعب النادي الأهلي أو الظهير النادي الأهلي هاجمني على المستوى الشخصي في أحد البوستات الخاصة بي، علشان كنت كتبت خبر إن محمود وحيد يعني ممكن يعار إلى بنهاية الموسم أو إن هو طلب الإعارة. بصرف النظر عن الغرض من البوست اللي أنا عارفه كويس جدا، بصرف النظر عن إن إحنا بناخد الشخص مين اللي ممكن نهاجمه أو الكلام ده كله، أو هو مين اللي كاتب الخبر أو فكرة الترند والحاجات اللي على السوشيال ميديا. لكن هو الخبر تم تداوله في أكتر من موقع وفي مواقع محترمة جدا. فكرة إن يعني تم تداوله في الوطن، تم تداوله في أكتر من موقع يتبع مؤسسات صحفية كبيرة. لكن طبعا يعني هو هاجمنا انا على المستوى الشخصي، ممكن علشان يمكن اللي عايز يركب ترند معين ليه غرض شخصي معين. عاده ما ببصش للكلام ده خالص، بتمنى له طبعا التوفيق. عايز اقول لك يا محمود ان الاستمرار في الملاعب مش بالبوست ومش بالترند. وسيد معوض خلينا نتكلم على ده ممكن اهو مثلا في البوابة، يعني برضو من المواقع المحترمة اللي ليها مصداقية. لكن انا نصيحة مني، وده برضو صدى البلد، برضو نفس الخبر اللي نشر فيه المصري اليوم، وده يمكن البوست نرجع للبوست كده. ده في الوطن، الوطن ده طبعا من نفس الخبر برضو، ويمكن يمكن محمود وحيد يعني ساب كل المواقع ديت. هاجمني انا شخصيا، هو قال زي الاستاذ اسلام طارق، وانا اسمي اسلام صادق، بس انت كاتب ناشر تحت اسمي اسلام صادق. لكن عموما طبعا انت لسه لاعب صغير، هي نصيحه مني بقولها لك. الاستمرار في النادي الاهلي مش بالبوست ومش بالترند. والاستمرار، وعشان لما تبقى انت نجم كبير، ان شاء الله تكون نجم كبير زي سام معوض، زي احمد فتحي، زي عبد الله السعيد، زي حازم امام، كل الناس ديت ما عملتش تاريخها بالبوست ولا بالترند. ولا حد، وانت عارف كويس انا بقول لك ايه، ولا حد قال لهم اكتبوا هجموا فلان ده تحديدا في التوقيت ده. لكن برضو انا هتعامل مع الامر على انه خبر، والخبر احنا متاكدين منه، بنتعامل بهدوء. بتمنى لك كل التوفيق الفتره الجايه. عايز اقول لك برضو في ودانك كده وبيني وبينك، كان عندنا خبر من فتره انك انت ما سافرتش مع بعثه النادي الاهلي إلى أحد الدول الإفريقية بعد ما حصلت على حقن التطعيم من قبل الجهاز الطبي للنادي الأهلي، وجات لك حساسية محمود، وجسمك يمكن حصل له مشكلة، لكن ما رضيناش نقول الخبر دوت، علشان في التوقيت دوت كان بيشاع ان في مشاكل داخل فريقنا الاهلي خاصه بالاصابات والكلام ده كله. والاهم من ده كله، مني ومنك ومن اي حد، ان النادي الاهلي كان مقبل على مباراه مهمه، والنادي الاهلي بيمثل مصر، وبالتالي برضه ما رضيناش نقول الخبر دوت علشان الظروف اللي بيمر بيها النادي الاهلي. أرجو منك إنك أنت تركز في الملعب، ما عنديش مشكلة خالص إن أنت تكتب بوست واثنين وثلاثة، مش هرد خالص، لكن
انا بوريها لك، لان انت في النهايه برضو خرقت حظر قرار سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي بعدم نشر البوستات وعدم التداول يعني بالنسبه للاعبي النادي الاهلي على السوشيال ميديا.